يواصل حزب مستقبل وطن بكافة أماناته تنظيم سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية في مختلف محافظات الجمهورية لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث نظمت أمانة الجيزة بالتعاون مع أمانة المرأة المؤتمر الجماهيري الأول لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أمانة المرأة بالجيزة جاية تقول وتأيد سيادة الرئيس، هو قرص واحتفالية لتأييد سيادة الرئيس. عظيمات مصر بيقولوا سيادة الرئيس احنا معاك، احنا حاسين بالمسؤولية، هننزل ان شاء الله صناديق الاقتراع، هنقول كلمتنا، هنقول عايزينك يا رئيس، مش هننسى فضلك علينا كسيدات، اديتنا انجازات واديتنا حققت لنا احلام وطموح ما اتحققتش على مدار 60 سنه. فانا النهارده يعني سعيده جدا ان احنا قادرين نقول للرئيس حاجه تفرحه. والله النهارده طبعا حاجه مشرفه، ودي حاجه بنقلها للعالم الداخلي والخارجي. ادي المؤتمر النهارده خاص بنساء مصر، النهارده جايين يأيدوا السيد رئيس الجمهوريه، وغدا برضه في مؤتمر عالمي ان شاء الله وبنأيد رئيس الجمهوريه، وبنقول للناس اهي الناس جايه بحب واحترام وتقدير وبتأيد السيد رئيس من قلبها ان شاء الله. امانه المراه النهارده في محافظه الجيزه بتقول احنا جايين كلنا ندعم تأييد معالي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيره البناء والتنميه. المراه في عصر السيد الرئيس خدت حقوقها، وطبعا مستنيين اكتر من كده من سياده الرئيس، 25% في البرلمان، وباذن الله اللي جاي افضل باذن الله. المراه بكافه فئاتها تولتها الدوله برعايه كبيره خلال السنوات السابقه، فتقول له زي ما حققت لنا الامان وزي ما تمسكنا بيك اول مره هتحقق لنا الامان وهنتمسك بيك تاني، لانك ما خذلتناش، لانك عملت دوله من اللا دوله، عملت امان بعد فوضى، وهتوصلنا برضو لبر الامان تاني. وخلال المؤتمر اكد المشاركون الدعم والتأييد الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسيه المقبله، بهدف الحفاظ على رفعه الوطن وحمايه المستقبل واستكمال مسيره التنميه. احنا طبعا بندعم الرئيس عشان احنا عايزين دولتنا تبقى احسن واحسن. مصر اتطورت كتير، انا لما بخرج بره منطقتي وبره مدينتي بلاقي مصر حاجه تانية خالص. احنا عندنا من امبابة اتعمل المترو، وان شاء الله الشهر ده هيتفتح محطتين مترو. امبابة اتطورت، الطرق الجديدة سهلت اماكن كتير، وصلت اماكن ببعضها، سهلت وقت. رسالتي ان احنا كلنا نبقى مع الرئيس، لان الدولة محتاجة الامن والاستقرار، والرئيس يعتبر اقدر واحد بان هو يمسك الدولة. مشاركة ضمت الآلاف من الحضور تحت مظلة حزب مستقبل وطن دعماً للمرشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة لاستكمال مسيرة البناء والتعمير. مروة سرساوي، ETC.